ونكمل وياكم السؤال الرابع، الصف الثالث متوسط 2021، الأسئلة النهائية للإنجليزية للصف الثالث متوسط منهج العراق. السؤال الرابع فرع A، story time and spelling، وقت لقراءة القصة مع الspelling اللي هي الأحرف، يعني إذا كانت بمكانها الخطأ الإملاء. Do as required، افعل كما هو مطلوب من عندك. Choose 5 only، اختار 5 فقط. بالمناسبة أني ما أعتقد رح أقدر أحل السؤال الرابع، لأنه دي يسأل أسئلة أني ما عندي أجوبتها. على سبيل المثال Who is the professor؟ من هو البروفيسور؟ فأكيد الطالب يستند على فد قطعة، يعني أنا ما عندي إياها، ما موجودة بالأسئلة، بس راح أترجم لكم إياها. Who is the professor؟ من هو البروفيسور؟ Why had كريم been saving up for months؟ لماذا كان كريم يجمع النقود لعدة شهور؟ السؤال الثالث Describe كريم's character، أوصف شخصية كريم. Describe يعني أوصف، character يعني شخصية، كريم اسم الولد كريم. Which of dangerous faced by the deer you must afraid. Which of dangerous يعني خطير، faced انه انت واجهت وجها لوجه، by the deer يعني الغزال، you must afraid. Afraid يعني خائف. أوكي، هذا السؤال يمكن له علاقة بالقطعة أكيد طبعاً، بس ما أعرف الجواب. How did the deer face the negative thoughts and dangerous؟ كيف واجه الغزال الأفكار السلبية والأشياء الخطرة؟ How did the alumni reach the professor's house؟ كيف وصل لبيت البروفيسور؟ أوكي، فأنتوا أكيد عندكم الأجوبة مالتها. إذا تحبون تدزولي الأجوبة أو يعني القطعة لهذا السؤال، دزولي إياها وأني أعرف شلون راح أطلع الأجوبة للسؤال الرابع فرع أي. أوكي، إذا عندكم القطعة دزولي إياها، لأنه أني ما أعرف على شنو أستند حتى أجاوب السؤال الرابع فرع أي. أوكي، خلونا نروح فرع بي. بس فرع بي عليه 10 درجات، وبصراحة جدا سهل. ليش؟ لأنه هذه لمرحلة الثالث متوسط. السؤال الرابع فرع B هذه الكلمات كلها موجودة في الصف الخامس الابتدائي، يعني إذا أنت دارسها فعلا بالصف الخامس والسادس والأول والثاني والثالث، يعني صار لك 5 سنين أنت بالسؤال الرابع فرع B تعيده لمدة 5 سنين، لأنه هذه الكلمات الموجودة بفرع بي كلها موجودة من الصف الخامس الابتدائي، وشوفوا ايش قد عليها 10 درجات، فدي يساعدوكم. فالقاري يقدر يجيب 10 درجات بكل سهولة، ماكو أي حجج حقيقة، يعني الكلمات كلها موجودة بالكتب، الشاطر هو اللي يقعد ويكتبها ويترجمها مثل ما قلت لكم بالفيديو السابق، وأني دا أساعدكم على هذا الشيء بالصفحة مالتي، فبقت عليك أنت أيها الطالب اللي دا تسمعني، يا أما فعلا تحط مجهود، يا أما تقول شغلت صعبة، ماكو شيء صعب، إذا أنت دارس ما تصير صعبة، هذه موجودة من الصف الخامس الابتدائي، وأنت هسه بالصف الثالث متوسط، وشوف إيش قد عليها 10. أنا هذه والله 3 ما أحط عليها، 3 ماركات، 3 درجات ما أحط عليها، هذه كلش سهلة. أوكي، خلونا نشوف. Spelling، write the missing words، اكتب الكلمات الغير موجودة في الفراغ. Thin يعني ضعيف، thinnest يعني أضعف. Useful سهل. Want يريد، wanted أراد بالماضي، فقط ضافوا الإيدي. Love يضحك، بالفراغ شتكتب؟ laughed، E-D
بس مجرد أنه نضيف إيدي. laugh يعني يضحك. أوكي okay؟ I أنا me اللي هي لما أنت تتكلم على نفسك تقول me، يعني هم أنا، يعني هي بالإنجليزي أكو I وأكو me وأكو mine يعني مالتي. فهنا أنا we نحن، شنو نحط مقابلها؟ إذا I me we شنو نحط؟ us you us. هنا تكتب you us us. تمام زين. sad حزين، happy يعني فرحان، dangerous خطر. شنو عكس dangerous؟ safe s a f e safe. عراقي عراق الكونتري، عراق البلد، بس الجنسية شنو؟ عراقي. انت من وين؟ من العراق. شنو جنسيتك؟ عراقي. عرفتوا؟ هيك تترجم. ايجيبت مصر، انت شنو؟ مصري. وهذه موجودة بالخامسة الابتدائي، يعني اذا ما تعرف تكتبها يعني اسفة، انت مقاري بلا زعل. ما تعرف تكتب ايجيبشن اللي هي موجودة بصف الخامس الابتدائي وانت بصف الثالث متوسط، اذا قول اني مقاري، لا تقول الأسئلة صعبة. فإيجبت مصر، إيجيبشن مصري. شو نكتب؟ بس نضيف I O N، إيجيبشن I O N هنا، يعني نكتب إيجيبشن يعني إيجيبت ونضيف I O N. أوكي تمام زين. do doing go going. عشرة هذه بس والله موجودة بالخامس ابتدائي. زين السؤال الخامس، هذا إنشاء عليه 15 درجة، يعني لو أنا ما أنطي عليه 15 درجة، هذا أنطي عليه فد أقل شيء 25 درجة 30 درجة، يعني بدي يساعدوكم. هذا السؤال كلش سهل عليه 10، يعني كم مرة أدتها أنا، لأنه مستحيل يعني 10 على هذا موجود. أرجع وأقول لكم بالخامس. المهم write component choose either A or B. اوكي اما تختار A اما تختار B. انا عبالي على كل 15 يا مسهلها. زين write، طبعا اذا انت اختاريت A يقول لك write an email، اكتب email to a relative لاحد من اقربائك، about your best friend على اصدقائك المقربين، يعني تكتب email لأقربائك تتكلم عن أحد من أصدقائك المقربين. describe أوصف صديق، أوصف his إذا ولد، her إذا بنية، شوف أنت مش تختار. appearance المظهر، and character الشخصية. تمام فتكتب إيميل لأحد أقربائك توصف أصدقائك لأقربائك، توصفه طبعا إذا ولد أو بنية، المظهر مالته وشنو الشخصية. ونعطيكم كلمات، نعطيكم كلمات creative يعني مبدع أو مبتكر، helpful يساعد، short black hair شعره أسود قصير، friendly حباب، تمام kind يعني kind يعني همينة مثل مؤدب أو حباب، good fun يعني شخص عنده روح حلوة ينكت مثل ما نقولون، sporty رياضي، his إذا ولد، her إذا بنية، favorite lesson المادة اللي هو صديقك أو صديقتك اللي تحبها favorite lesson، hobbies الهوايات. فأنت مثلا إيش تقدر تكتب؟ to my dear relative فلان. Okay. I would like to talk about my best friend. My best friend مثلا خلينا نقول اسمه أحمد، فنقول his طبعا اسمه أحمد. He is creative. He is very helpful. He has، شوفوا هنا أنا لازم ننتبه he has، لأن احنا دا نكتب على شخص آخر. He has مثلا short black hair and very kind. He has
his character نقدر نقول his character is good fun, he is sporty. مثلا نقدر نجيب الكلمة من السؤال الأول, he is sporty and he likes swimming مثلا. Okay, his favorite lesson is مثلا math, يحب الرياضيات, math رياضيات. هوايته شنو؟ hobbies. hobbies الكلمة همين الموجودة هذه بالسؤال الأول. مثلا نقدر نقول هنا الهوبيز مالته مثلا سويمينج, اوكي. وسبورتي احد السؤال, اعتقد بالسؤال الثالث يمكن, ما ادري, اي بالسؤال الثالث سبورتي نقدر مثلا نكتب رانينج. يعني هما نعطي لك شغلات فانت تقدر ترتبها. خلونا نشوف بي. رايت اباوت ا كونتري, هذا خب بعد اسهل لانه اتذكر همينه موجود بالصف الخامس الابتدائي, تقدر مجرد انه انت تحفظه وتكتبه هنا وتاخذ 15 مارك كامله. write about a country, اكتب على فد بلد معين. make use of these words, واستخدم هذه الكلمات. the name of the country, اسم البلد اللي انت راح تكتب عنه, اكتب اسم البلد. مثلا تقدر تكتب عن العراق, يعني أنا أتذكر ترجمت وشرحت عن العراق موجود بالصف الخامس أو رابع أو السادس, ما أدري, بالابتدائية قطعة كاملة تقدر ترجمها وتحفظها وتعال اكتبها هنا اللي أنت بالصف الثالث متوسط وتأخذ full mark, تأخذ 15. its capital, العاصمة مال البلد اللي أنت اختاريته. site, المواقع المشهورة بي. population, عدد الناس, شقيت 30 مليون 40 مليون كيفك انت, انت اكتب اللي تريده يعني مو شرط انه صحيح. crops animals, يمكن اعتقد الانيمالز المشهورة يعني بهذا البلد. exports imports, الاستيراد والتصدير, واكتب عن الاستيراد والتصدير. يعني اخمن انه اكو بكتاب الصف الثالث متوسط قطعة عن هذا الشيء, اخمن لانه ما اعتقد, يعني أنا متأكدة, أو مثلاً بالثاني متوسط أو الأول متوسط وموجودة هنا أنا. تمام؟ وبهيجي أكون أنهيت الأسئلة للصف الثالث متوسط الإنجليزي منهج العراق 2021 اللي توزعت بنهاية السنة بشهر السابع. صدقوني كلش سهلة وكل شيء موجود أمامكم, بس انت محتاج مجهود شوية, حبتين زيادة يعني, على مود تقدر تاخذ هذه. واذا عندكم اي اسئلة ثانية تحبون اترجمها واقراها واشرح لكم اياها ونحلها سوية, دزولي اياها وراح انزلكم اياها على اليوتيوب على مود انتو تستفادون, وان شاء الله التوفيق لكل الطلاب.